أخبار اليوم. احنا جينا هنا الساعة حوالي الساعة 12، فلقيناها هنا كانت 12 صباح الاثنين. لا صباح الاثنين فطبعا جينا احنا في الفندق هنا، لقينا ولعة في الفندق مرة واحدة جت هنا اهو، بس احنا مش عارفين ايه اللي وصل العماير دي كلها. يعني ده على فكرة حريق، مش يعني مش عارفين احنا بقى حريق دوت ده. انا حد قصدها يعني مش واحدة كده يعني. اتحرق كله وعليه ديون منه بتاع حوالي 70,000 جنيه او 80,000 جنيه. البضاعة كلها ولعت؟ كلها مسامير، المفروض المسامير دي ما تولعش، الحاجات دي كله ولع بقى كومة تراب كله. يقول لك 5000 جنيه. لا ويقول لك تعويض، بيقول لك 5000 جنيه، هيعمل ايه 5000 جنيه؟ سمحتي، اشمعنى يوم الحد الساعة 10 بالليل كل يوم، يعني الأسبوع اللي فات يوم الحد الساعة 10 بالليل سمعان صدناوي يولع، ويوم حد ويوم الحد اللي هو قبل شم النسيم بيوم، قبل شم النسيم بيوم، ويوم الحد اللي هو اول امبارح دوت برضك الرويع كله يولع. اصل لو عماره واحده نقول ده حريق عادي، لكن عماره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، مليارات تتحرق في ساعتين، ده خراب بيوت وموت لناس. خسائر لا تقدر عن 2 مليون جنيه. احنا كنا لسه جايبين حاويه عشان فوق البضاعه ديت. ايه بقى؟ كوتشيات واحذيه. انتوا جايبين بضاعه علشان بدايه رمضان ورا دخله العيد. خساير، احنا ما طلعناش منها حاجه، المخازن مقفله، ما طلعناش منها. المخازن كلها اتحرقت. ال2 مليون دول مش بضاعنا لوحدينا، ده دافع 100,000 وده دافع 50,000 وعلينا شركات طبعا. الواحد ما فيش لوحده واحد معاه مليون جنيه ولا 2 مليون جنيه، باخد من ده 50 ده 40 وانا ببقي ده 30، كلنا شركه مع بعضينا مش اكتر من كده. خراب بيوت ناس، يعني مش بيت انا اتخرب لوحدي، ده بيت 100 واحد زيي اتخرب برضه طبعا، وغير 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 وغير.